ايدي وكل الخلايق لابسين جديد. رحمك الله ابو يوسف ولا عطية. كل الخلايق لابسين جديد الثياب ولا بقى من اهل هالبلد شيخ ولا لكن تتأذى الحين تتأذى. وقال الرسول منكسين ينتظرونهم أوقفوهم حتى يتم الاستعدادات والزينة والمهرجان لكي يصفقوا على آل رسول الله. وقال الرسول منكسين الروس بالباب وزين العباد يصيح وين الهاشمين. بالأمس حولي من رخصة السادة بالأمس حولي من بني هاشم صناديد فرسان كلهم والحرايب عندهم عيد. واليوم عالج فوق ناقة بجامعة وقيد قيدهم حساقي وغلهم حزليده. واقبل سهل والناس تتراكض بالدروب يقولون راس الخارجي في وين منصوب وشافي الاسواق معطله والكون مقلوب كل من ينادي جو سبايا الخارجي. وعاين يتامى فوق الزلفي بجو نوح ومن الضرب والسير ما ظلت الهم روح وحدة تنادي عقب عزي وين انا روح. بيني وبين حجاب صوني فرق قلبه سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك زيد احزاني علي يخسون اهل هالبلد منتي خارجية جنك يمس بي من شيوخ المسلمي. تعرف زينب رحمك الله قدم هويتها. قالت انا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي حسين. هذا هذا هذه الهوية هذا النسب هذه السيرة الذاتية. الله قال هل حسب والنسب هاللي تذكرينه معروف ونصح الخبر جدك نبينا. لكن عجب يا زينب اللي ما شافوا شخصك. لكن يا زينب وين خضر اللي يوصفون تركبينا حسرة فوق ناقة واخوتك وين نادت لا تسألني وعاين روس أيبقى خدرا لمن رفعت رؤوس أخوتها وشيخ قومها على الرماء. لقالت لا تسألني وعاين روس الرماح ذاك الخدر يا سهل عني قوى ظورة وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطحناني وحسين. يوم حزن يوم بكاء يوم ذوبان يوم محنة يوم شدة. قالت لا تسألني وعاين روس الرمح ذاك الخدر يا سهل عني قوى ظهورة وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني حسين.
وإن كان عندك يا سهل شيء من المال هالرجس خلي يميل عنا بروس الرجال خلى يميل بروس أهلنا عن هالعيال والله اخت زينة وذابت قلوب النسخ للرسول الرجس راح يناشد بالله ورسوله والمال سلم له عبراته هموله تمرد الطاغي وردنا صبره سلحوه بين المحامل والخلق عقفة الصوم ساعد الله قلبك يا زينب كم من مصيبة تتحملين الله أكبر أنا زينب اللي يعجون عني صار الحزن والنوح فنزلت المصايب ما تلني يا ويلي يا ويلي بين ما هي فوق ناقة صعد انفاس لان الرجس جاها وكل جانب نصب راس وقبالها راس الحسين وراس عباس نادت يا اخويا هالمصايب جتني منه ايوه ادخلوهم قيمة حبيبي ادخلوهم ابقوهم بعد ان دخلوا وما جرى عليهم في مسجد يزيد وبعد ذلك اودعوهم خربا يقول المنهال رأيت زين العابدين وهو ينتقل من ظل إلى ظل قلت له كيف أصبحت يا ابن رسول الله قال كيف يصبح من أصبح يسيرا في يد يزيد بن معاوية وهو يرى عماته وأخواته سبايا يطاف بهن من بلدنا صاحب فجيعة وانتحب باقي البقية منها لا تسأل عن اللي صار بي عاين احوالي صرت بالذلة يا منهال نكست راسي هالمصيبة وهاي الأحوة في الرواية اذا سئل الامام زين اي المصائب اشر قال اشر نكست راسي هالمصيبة وهاي الأحوال من شفت زينب عمتي تنقاد بحبايال وجملة خواتي والحريم الهاشمية من هالشحكي لك شعدد من مصايب نحل عظامي حال زينب والغرايب ذلوها ضم قاست وعنها حسين غايب وكل ما شفت هالحال أتمنى المني وعظم مصايبنا الشماتة ببلدة الشام فيها نفان ابن الخنا من دين الاسلام من رخصة السادة من رخصتك يا صاحب العصر والزمان فوق المنابر ينشتم حيدر ضرغام ومخدراته صار اسمها خارجية من هالعاين حالتي ونظر هالقيود حزت الساقي وسلسل بيدي والجنود والجامعة بصدري طوق رقبتي ودمعتي تجري بالخدود والجامعة بصدري وناتي خفية أبقاهم لكن نفس البقاء كان جريمة من أكبر الجرائم لم يتحملها يزيد بدأوا أهل البيت ينقضون وهذا سر أخذ النساء والأطفال زينب كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت تبقى الرسالة الرسالة هذه القيمة
هذه القيمة التي ننتمي لها جميعا، هذه قيمة آل رسول الله وذرية رسول الله. هذا اللي خلاه يستدعي الإمام زين العابدين، يقول له ترى أنا ما أبدا لا بن زياد هو الذي قتل الحسين، يتبرعون دولة عادة السياسة هكذا زين، لكن آمر أنا أعطيك أموال أعطيك أعطيك. قال لا 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 يعوض خنصر أبي الحسين، شنو تعطيني أموال؟ ارجع كل ما أخذ منا. قال لا أنا، قال لا، قال فيه مغزلة الزهراء، فيه إرث آل محمد، وفي جملة ما طلب طلب رأس الحسين. قال تعطينا رأس أبوي الحسين؟ قال لا تراه ولا يراك. تقول الرواية كان في طشت من ذهب في زاوية من زوايا القصر مغطى بمنديل من البريسم، هذا اللي حملوه إلى رقية وضعوه بين يدي رقية. أراد الزين يثبت، ترى إذا أراد الله ما تقدر لنت ولا غيرك، توجه إلى ناحية الرأس. السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك أبا حسين، أيها المذبوح عطشانا، أيها المسلوم العريان. ارتفع، وإذا بالرأس يدرج إلى أين؟ يدري إلى أحضان زين العابدين. وعليك السلام ولدي علي، كيف حالك من القيد والجامعة، وكيف حال عماتك من السبي والأسر والضرب. قال له ما يقدر بعد خلاص، فوجد استدعى النعمان وقلت له بشير بن نعمان وتصاحبهم وتمتثل لأمرهم ويكون شوية ترفق بالنساء وطلعوا. تدري ركب نساء أطفال أياما يتاما فاقدات ممتحنات تهدي الدنيا ودائما دموعهم ماطرة، إلى أن وصلوا إلى طريق. عشان أختصر، أحدهم يأخذهم المدينة والآخر إلى كربلاء. صاحت زينب ها الله يا عم يا عم كربلا واجب نصلها، تناشدني وناشدها على هلها. علي قل الدليل الكربلا يميل، نشوف شلون شتلت دفنتها المشاتيل، اريد احكي لاخوي حسين تفصيل وخبره عن بني اميه وفعل، اريد اوصل لاخوي حسين وانعايا وخبره بهضمتي وتعاتب ويا ولم الحرم يا مقبره ويتامى، اقل اقعد يا عزها شوف ذلها. أويلي سال الدمع تونادى يا جمال، اكسر عالطفوف بضعا لعيال، عمتي تريد تحكي لعمي الحال، ما هو اللي جابها وبيها توزم تمايا يا البضة عن حاد النعايم، ولاحت الكربلة الهم علايم، لنجابر لفوياه الهواشم، تدق على الراس وعلى الصدر تلطم. بس هالبيتين واختم وياك وصلنا خلاص. نادوا يا هلا بيكم يا الكرام، ليش ضعونكم بس حرم ويتم، بس خلاص وصلنا وصلنا. تمايا البضة عن حاد النعايم، وبانت للطفوف الهم علايم، لنجابر لفوياه الهواشم، تدق على الروس وعلى الصدر تلطم.
نادوا يا هلا بيكم يا الكرام، ليش ضعونكم بس حرم ويتام؟ ابوك حسين وين وين جسام؟ وابو فاضل يا العلي لوب نلعب، صح ها هنا قتل رجولنا. والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى، جود على اجتافه ضان الجبد ما، والطفل يا جابر نظار تبسه منحو، ولو شفت شبه المصطفى اللي مدللين جاب ابو يا حسين جسمه مقطعين، وجاسم يا جابر ذوبه حشان بونين، وغابت بطف الغاضريه ذيك البدور، لكن كل المصائب تهون يا جابر، ومصيبه حسين الذي هدت اركاني بس وقع عن مهر الهضم والضيم جاني بعيني نظرته يحز نحره. وحسين 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 كربلاء لا زلت كربان، وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه بمصابه العظيم، لا تدع لنا ذنبا إلا